إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدنا الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من فاس، أكيد من سوق المرجع الشعبي، أكيد في إطار أخبار السوق كل يوم من كل أسواق الشعبية بالمدينة وأكيد بكل المدن المغربية. شبكة ديال المراسلين كيقوموا بتغطية كل جديدة وكل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأثمنة ديال الخضر والفواكه، أكيد من أجل أننا نبقاو مطالعين عليكم على يعني الزيادة ولا النقصان ديالها بطبيعة الحال كل يوم بتقنيات اللايف بدون يعني بدون مونتاج. تقنيات اللايف كتبين أي حاجة بشكل صحيح وواضح. فهنا الليمون أو البرتقال، بطبيعة الحال الليمون كيعيطولو في مجموعة من المناطق في المغرب، الليمون التشين أو البرتقال، فثمن ديالو 5 ديال الدراهم هنا في سوق المرجاء الشعبي، واكيد كيجيبوه من الغرب. غنحاولوا نشوفوا يعني الباعه بطبيعه الحال يتحدثوا لنا عليه. المليح كاين، العصير فيه الحمد لله. ف 5 ديال الدراهم اليوم الصباح في سوق المرجاء الشعبي. فكاين شباب اللي كيشتغل بجد، كاين شباب اللي ما كيشمر على الكتف ديالو كيخرج يخدم وكيجيبها بالحلال. هاد الشباب، جوج ديال الشباب اللي صراحة دايز داخل السوق وكيبان لي الرجولة اللي عندهم الشهامة واللي كتجلى في البحث ديالهم على لقمة العيش الحلال، فهم ما اختاروش أنهم يصبحوا ناعسين وما مسوقينش، وإنما جاوا هنا للسوق كيمشيو يفيقوا بكري وكيمشيو يشارجيو من الغرب أكيد الشين ثمن مزيان باش كيطيحوا بثمن مزيان وكيجيو يبيعوه للمواطن ثمن مزيان. المليحة هو كتشاهدوا معنا وغنحاولوا يحكيوا لنا بطبيعة الحال تفاصيل ديال العمل ديالهم والمجهودات اللي كيبذلوها بطبيعة الحال. جوج ديال الشباب فمن خيرة الشباب يعني المدينة. تحياتي خويا العزيز، تبارك الله عليك، كي داير بخير هانيا؟ كلشي بخير، الله يسهل عليك، عشت مبروكة، الله يحفظك اسيدي، الله يعاونكم ويوفقكم. امين اخويا امين، الله يحفظك. شحال التشين؟ 5 دراهم اخويا. 5 دراهم. واخا خويا العزيز انتوما كتشتغلوا شحال هذه يعني هكا في التشين ولا بغينا نتحدثوا معك؟ شحال هذه اخويا، شحال هذه في التشين، الدلاح، البطيخ، العنب، على حسب كل موسم وشنو كت يعني كتوقع. نعم. واخا كيفاش كديروا منين فوقاش كتمشيو تشارجيو السلعه منين كتجيبوها؟ احكي لنا التفاصيل ديال العمل ديالكم بغينا الناس يطالعوا على هذه المهنه الشريفه ديالكم. تنمشيو اخويا بالليل تنشارجيو مع الثلاثه ديال الليل، كنمشيو تنشدوا النوبه من هادو سيدي عبد العزيز، منطقه سيدي قاسم. سيدي قاسم. سيدي قاسم. كتجيو تمشيو من هنا من فاس يعني؟ من فاس اخويا، من فاس. نعم نعم. كتشوف تما كتشارجيو، احكي لنا التفاصيل بالضبط ديال كيفاش كتشارجيو، واش كتبحثوا على الثمن يكون ناقص باش كتجيبوا للكليان الثمن؟ كنبحثوا في الموقف اخويا بالثمن، تنقلبوا على الناس سلعه زوينه. نعم. شي ثمن زوين كنشارجيو ب 70 80 كنبيعوا 100 درهم اخويا. صافي كتخلي واحد البركه ديال هاد البركه وتقضي الغرض، كاين الناس العيانين والناس المزيانين. نعم. هادشي اللي كاين اخويا. بالنسبة يعني المازوت يعني كيكلفكم يعني الذهاب والاياب يعني ضروري خصكم عاوتاني اللي فريد المازوت؟ ضروري اخويا ضروري. نعم نعم. تديروا هذيك البركة قليلة ونقضيو الغدا، واش عاد دير تبقى جالس؟ اللهم يسر اخويا. ضروري اخويا. معاش كتفيقوا في الصباح؟ مع الثلاثة اخويا. ثلاثة الصباح. ثلاثة الصباح كتمشي. ماشي سهلة. ماشي سهلة واعرة اخاي. نعم نعم نعم. هذا كيداير الحركية شوية هنا في السوق. ايوا تبارك الله الخيرات، اللهم لك الحمد. تقول لذاك الناس اللي كيصبحوا ناس ما مسوقينش في رمضان ولا ربما اي والله يعفو عليهم اخويا، هادشي اللي غنقولوا لهم. هادشي اللي كاين. الله يعفو عليهم. الله يحفظك يا العزيز. الله يسهل عليك اخويا. التشين دابا انت حريف. حريف اخويا. حريف ياك. حريف. شحال انت دوزتي في شحال هادي. وكيفاش كدير تعرف التشين مزيان من قبل؟ باش الناس تعطيهم نصائح كيفاش يديروا يعرفوا يعني التشين يكون عاطي اللون احمر. نعم. تكون الملوسيه. شوف الكليان اش. اش باش نوقفوا لكش الرزق ديالك ها هو الشريف جا. اذا انت كتشاهدوا عاد نكملوا اللقاء بطبيعه الحال مع يعني الشباب اكيد اللي كيشتغلوا وكيجيبوا لقمه العيش الحلال بطبيعه الحال، الله ييسر لهم الامور. خليك تما، خليك راك واعرك راك مزيان. شحال هادشي اخويا؟ 5 دراهم اخويا. 5 دراهم. مليح. مليح مليح. كيفاش كنديروا كما قلت لي نعرفوا بان الجوده ديال الشين كتكون مزيانه، كيفاش كدير تعرفوا انت كحريف يعني؟ كتشوف الشين اخويا يكون عاطي اللون والملوسيه كاينه، تيكون يكون يكون ملس يكون مليح. نعم. بحال هاد السلعه هادي اخويا، ها السلعه هادي دابا قرب عندك شويه الميكرو، دابا هذا ملس 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 وعاطي عاطي اللون ديالو. باش الناس اللي يجيو يقلبوا غيقلبوا كيفاش؟ الناس تيقلبوا تيعرفوه، الناس يشوفوا اللون والملوسيه تيعرفوا العصير زين.
وبالنسبه للشيء اللي كيكون شويه ناقص كيفاش كدير تعرفوا بانه تيكون صفار صفار باين وقاصح صفار وقاصح صفار وقاصح وهذاك الحرش 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 تيكون ناقص هذاك كيكون ما فيش عاصي ما فيش عاصي السلعه تكون عاطيه الكورو بحال هذه حمراء دابا انا كنتعلم معك والله الا كنتعلم معك شحال مره كنتصيد في الشيء كنمشي ناخذ الشيء كنتصيد دابا خصني ناخذ اللي ملس ياك اللي ملس بحال دابا هذه مزيونه هذه هذه فيها العاصره هذه مليحه هذه ها انتم باش ما تصيدوش المغاربه هو شو سميها العزيز نعم رضوان سي رضوان كينصحكم في بث مباشر باش ما تصيدوش باش تستهلك بلا ما تستهلك منين تجي تاخذ التشين تاخذ التشين يكون احمر وباين ويكون يكون ملس ما يكونش حرش ما يكونش صفر صفر بعدو منه خذوا الحمر تكونوا كتعزلوا دابا انت واش كيعزلوا عندك الناس ولا كتجمع لهم غير هكا كيعزلوا ياك واخا داك السلعه اللي كتبقاك دابا الناس كيعزلوا كيديو غير المليح وكيخليو لك تما غير العيان شنو كدير فيها السلعه كتشيط اخويا كنرميوها شحال خطره كترميها شحال خطره كنرميوها واش عادير ضروري ما ضروري تعزلوك يا دير لا وك وانت كت يعني كل موسم كتخدم مثلا بالدلاح شنو شنو القطعات اللي كتخدم فيها؟ كنخدموا بالدلاح في البطيخ في العنب الليمون الليمون اه ووقت الزيتون تنديروا الزيتون حتى الزيتون كنديروا الزيتون الله يسر الامور الله يحفظك الله يسهل عليك الموالدين يستحقون المسانده امين لكم. امين امين الله يحفظك اخويا الله يسر اذا كما شفتوا بطبيعه الحال السي رضوان والصديق ديالو راه المهم الصديق ديالو يبان قول له لو بغى يهضر انا موجود مرحبا خويا تحياتي لك الحبيب تبارك الله عليك بخير في امان الله الرجال الرجال والله العظيم الى رجال قسما بالله كي داير اخويا العزيز صافا كلشي بخير يجازيك بخير اللهم لك الحمد مرحبا واخا راك عيان شويه عيان ماشي مشكل نظره كيفاش دايره الحركيه كيفاش دايره التجاره كيفاش دايره اخويا التجاره اللهم لك الحمد على كل حال التجاره دابا في هذه الساعه بخير الحمد لله مع الاجواء ديال رمضان نعم والامور غدا بخير الحمد لله واخا كل ليله كتمشي تشدو الطريق ديما واخا كل ليله اش دير ضروري شحال كضربهم كيلومتر من هنا حتى تما باش تجيبو السلعه داكشي على حسب 150 كيلومتر 100 داكشي على حسب كيفاش كتشوف في الليل ضروري كتخرج بالليل باش كتلحق تما كاينه وكتخرج كتشوف السلعه صعوبات ديال السفر في الليل كنعرفو ماشي ساهله اخي العزيز كل ليله غدير الليل راه راه ما ساهلاش الصعوبه واش غدير راه طرفت خبز ما ساهلش الله يعطيكم الصحه راك لما تومرش ما كاينش شنو تقول للشباب رساله للشباب اللي كيقول لك واه ما كايناش الخدمه وكيجلس يبقى يتسنى ايوا نطلبوا من الله يعفو عليهم ديك الحاله وصافي اما راه كاين ما يدار تحرك وترزق اللهم يسر اخويا العزيز دابا كنحاولوا واش في الليل واحد كيصوق وواحد كينعس ولا كيفاش كتعاود داكشي كنفرقوا كل مره واحد كل مره كنسوق هو كيبات في السوق كل مره وكيفاش الله يسهل لكم الله الله يسهل لكم شي وليدات ولا مازال مازال اخويا الله ما كاين لا وليدات لا والو بجوج الله يسهل اخويا الله يسهل لكم تحياتي العزيز شكرا بزاف الدراري الله يعمرها دار صراحه والله القسم الى هذوما الشباب اللي كيشرفوا كيشتغلوا على راسهم صراحه الله دراري الشباب خاص ربما يشمروا على الكتف ديالهم انا كنتحدث بصريح لي باركين اللي باغيها بارده راه ما عندك ما دير دابا هذا السيد هذا وهذا الصديق رضوان والصديق ديالو كانوا بغاو يجلسوا غيجلسوا غيصحوا ناعسين يقول لك ما كاينه خدمه والبطاله وكذا ولكن هما فضلوا على انهم يعني يشتغلوا حسب الموسم كيبدلوا القطاع اللي كيشتغلوا فيه حسب الموسم مره الشين مره الدلاح مره كل مره شنو كيبيعوا فالله يسر لهم اخويا تحياتي لك الله يكبر فيك شكرا فالله يسر لهم الامور اكيد مهم باش نعاود نذكركم بالثمن راه 5 ديال الدراهم المليح 5 ديال الدراهم هنا في السويقه ديال المرجى الشعبيه بطبيعه الحال وغنحاولوا نشوفوا الخضر والفواكه شنو اصبحت الاثمنه ديالها بطبيعه الحال متابعينا الكرام كنحييكم وكنشكركم بزاف كنعاود نبارك لكم العواشر الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه تحياتي للجميع دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته